اهلا بكل حضراتكم مشاهدينا في هذه التغطيه والحديث عن المواجهه المرتقبه بين كلا الفريقين الاهلي والزمالك في قمه تحدي الغيابات في استاد القاهره هيلتقي فريق النادي الاهلي مع الزمالك في السابعه مساء اليوم الاثنين باستاد القاهره في قمه الدوري المصري في اللقاء المؤجل من الاسبوع العاشر للمسابقه المحليه في مواجهه قويه لا تختلف طموحها لكلا الفريقين خلال هذه القمه في رغبة الاهلي في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري او الزمالك الذي بيرغب في تصحيح المسار والعودة للمنافسة على المراكز الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. خليني أقول لحضراتكم إن فريق النادي الأهلي استعد جيدا لهذا اللقاء وده طبعا كان من خلال مشاهدة مباريات لفريق الزمالك الأخيرة سواء في الدوري أو في لقاءات الكونفدرالية الإفريقية. وده طبعا بخلاف تصحيح الاوضاع عن مباراه القمه الاخيره واللي جمعت كلا الفريقين في نهائي مصر بالسعوديه وده طبعا من اجل دراسه الغريم جيدا ووضع الخطه المناسبه لظروف هذا اللقاء ووضع التشكيل المناسب في ظل ظروف الاصابات الكثيره الذي بيعاني منها الفريق الاحمر في الفتره الحاليه والحقيقه ان النادي الاهلي بيعاني من غيابات كثيره جدا في هذا اللقاء حيث بيغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين وابرزهم محمد الشناوي طبعا حارس المرمى وياسر ابراهيم واليو ديانج وامام عاشور وحسين الشحات وكريم ندبد وايضا مروان عطيه وبيحاول كولر المدير الفني للنادي الاهلي التركيز على المجموعه المتاحه من اللاعبين وده لتنفيذ الخطه المطلوبه في الانقضاض على الزمالك وحصد نقاط القمه الثلاث والوصول إلى النقطة 24 في جدول ترتيب الدوري المصري. والحقيقه بيضع كولر اكثر من سيناريو لمباراه القمه طبعا فيما يخص التشكيل الانسب لهذا اللقاء واسلوب اللعب وايضا الطريقه اللي هيلاعب بيها المنافس واختراق صفوفه حيث بيرغب كولر في التحكم في مجريات المباراه وان يكون فريقه هو المتحكم في احداث اللقاء ويستغل الثغرات الموجوده في دفاعات الخصم وده طبعا من اجل الوصول الى المرمى والتشكيل المتوقع اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في هذه القمه هيكون في حراسه المرمى مصطفى شوبير ومحمد هاني وعمر كمال ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع واحمد نبيل كوكا وعمر السليه ومحمد مجدي افشة في خط الوسط ورضا سليم ومحمود كهربا ووسام علي وأنت وانتوني مودست في خط الهجوم خلينا بقى نقول لحضراتكم علي الجانب الاخر فريق نادي الزمالك في هذا اللقاء هيكون لديه عده اهداف بيسعي لتحقيقها خلال هذا اللقاء منها التقدم في جدول ترتيب الدوري وايضا تعويض الخساره التي نالها الفريق امام الاهلي في نهائي كاس مصر واللي اقيمت الشهر الماضي بالاضافه الى ان الفوز على الاهلي في هذا اللقاء هيكون بمثابه دفعه معنويه كبيره للاعبين وده طبعا قبل خوض منافسات نصف نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه واللي طبعا بيسعى فريق نادي الزمالك الى تحقيقها طبعا لاسعاد جماهيره في هذا الموسم وطالب ال غالي البرتغالي جوزي جامز المدير الفني لفريق نادي الزمالك من لاعبي الفريق بذل اقصى جهد امام فريق النادي الاهلي في مباراه الليله وشدد على لاعبيه بمواصله الانتصارات اللي قدر يحققها الفريق خلال الفتره الاخيره طبعا بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري وقبلها الصعود لنصف نهائي الكونفدراليه طبعا وده كان بالفوز ثم التعادل على مودرن فيوتشر في مباراه في مباراتي الذهاب لقاء العودة بالتأكيد وبيعمل جومز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاث في هذا اللقاء وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة والزحف أيضا نحو المقدمة وبيدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعد ما خاض 12 لقاء قدر ان هو يحقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر في اربع مباريات وقدر لاعبوه ان هم يسجلوا 20 هدف وتلقت شباكه 13 هدف بقى بالحديث بقى عن التشكيل المتوقع لفريق نادي الزمالك في هذا اللقاء هيكون محمد عواد في حراسه المرمى وفي خط الدفاع احمد فتوح وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي وعمر جابر وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا واحمد حمدي وعبد الله السعيد اما في خط الهجوم فهيكون ناصر ماهر وسامسون اكينولا واحمد سيد زيزو اكيد طبعا احنا بنتمنى النهارده ان احنا نشوف مباراه قمه تليق بحجم كلا الفريقين في استاد القاهره وان شاء الله كده نشوف مباراه كرويه تمتع الجماهير العاشقه لكره القدم ودي كانت تغطيه خاصه من داخل صاله التحرير اليوم السابع عن اللقاء القمه المؤجل بين كلا الفريقين الاهلي والزمالك انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضيه اخرى على مدار اليوم وشكرا لحضرتكم